فوزية رفائي دقة جهل دلتا فوزية رفائي جهر دلتا أقرأ برواية الدوري عن أبي أمر البصري من طريق الشاطبية بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء da maddadin ko wajib din ta yi yawa na fa ma labita an jaa bi ijlin hanid falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب من أمر الله كنا قصركم كن cika maddadin ko qalu ata'jamin bitawassil jaiz kin jata fiye da biyu ko kin fara kuma kina jan biyu qalu ata'jamin min أمر الله منفصل ما كي متى بتوسل توسل رسلنا إبراهيم بتجاشبا نعم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون سورة الصافات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
السبيل وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين سيكي كلا دعين من عبادنا إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم النشاء أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون بارك الله فيك